انطلقت اليوم ورشة عمل مكافحة العدوى والاستقصاء الوبائي بتنظيم من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية وبالتعاون مع وزارة الحرس الوطني السعودي والمركز الخليجي لمكافحة العدوى في السعودية. وخلال مكالمة هاتفية في نشرة سابقة، أكدت سعادة الدكتورة مريم عدب الجلاهمة الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، أكدت على أهمية ورشة عمل مكافحة العدوى والاستقصاء الوبائي وتدريب المهنيين المعنيين على كيفية الوقاية والتقصي للعدوى في حال وجودها. احنا هنا نركز على مكافحة والوقاية من عدوى المستشفيات. كما تعلمون ان هناك واقع في العالم كله ان المستشفيات تتعرض للإصابة بالعدوى، وبالتالي تنعكس هاي العدوى على المرضى. تركيزنا في هذه الورشة هو تدريب المهنيين المعنيين بمراقبة العدوى في المستشفيات على كيفية الوقاية، وكيفية في حال حدوث عدوى أن يتم تقصي لها بحيث يعرف من وين المصدر. لذلك في هذه الورشة تعطيهم بالمهارات المطلوبة لذلك.